الولايات المتحدة؟ بالطبع يعني، وأنت قلت كلمة معبرة جدا، وكل يلوح بعصاه، يعني كل يستخدم في العلاقات الدولية ما نسميه بالمكملات الاستراتيجية. يعني الصين تستخدم كوريا الشمالية كمكمل لبعض الأغراض التي تريد تنفيذها. يجب أن نلاحظ أن الدعوة، دعوة زيارة الرئيس الكوري الشمالي للصين، هي بدعوة صينية، فهي التي استدعت في هذا الوقت. إذن هذا يلغي قضية أنها لم تكن مرتبطة. الأمر الآخر أنها هي الحليف الدبلوماسي والمساعدات، أو مصدر المساعدات الوحيد لكوريا الشمالية، فهذا وقت استخدام كوريا الشمالية في الحرب التجارية معها بين الصين والولايات المتحدة، خصوصا أن الولايات المتحدة تعول على الصين كثيرا لتلين موقف كوريا الشمالية بخصوص طموحها النووي، واستكمالا لما محققه ترامب في سنغافورة. نعم، فيريد تحقيق المزيد. فإذا كان ترامب يستخدم التعرفة الجمركية للضغط على الاقتصاد الصيني، الآن الصينيين يضغطون على الولايات المتحدة من جانب آخر، وهو الطموح النووي لكوريا الشمالية. فهذه الزيارة ليست عبث، هذا الاستدعاء من قبل الصين، وهو كما قلت الكل يلوح بعصاه في هذه المعركة. نعم. إذن